ها قد وصلنا إلى ختام المحتوى التعليمي للأسبوع الخامس. هذا هو الأسبوع قبل الأخير من مادة مدخل إلى اللغة الصينية. في هذا الأسبوع تعلمنا كيف نسأل نادلة المطعم عن قائمة الأطباق. كما تعلمنا السؤال عن ني سيانغ تشي شنما والرد عليها وا سيانغ تشي، وكذلك السؤال عن ني هو شنما والرد عليها وا سيانغ هو. وبالإضافة لذلك تعلمنا بعض أسماء الأطعمة والمشروبات والصفات. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المحتوى التعليمي لهذا الأسبوع. يمكنكم الآن مشاهدة مقابلة الأسبوع وحل أسئلة الامتحان. نلقاكم في محتوى الأسبوع الأخير. 再见.